السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة منير القريشي. زي ما شفتوا في البدايات والمقدمات عرفت المكان، أكيد منتزه البحيرات. راح نكتشف معكم المكان الجميل هذا، فابقوا معنا. بس قبل أن نكتشف المكان الجميل ناخذ جرعة طاقة. تبون صدق بيني وبينكم، والله حر بس عشانكم تستاهلون كل خير، أبشروا. تقع تقريبا جنوب غرب الرياض، وتبعد عن منتصف منطقة الرياض بحدود 50 كيلو. يقع منتزه البحيرات في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وتحديدا في جنوب وادي حنيفة. يمكنك الوصول إلى موقعها بكل سهولة من خلال خرائط جوجل. البحيرة هذه مناسبة للعوائل والأفراد، آخر أسبوع يجون يتمشون هنا و بيستانسون ينبسطون مع الأخذ بالتعليمات اللي قالوا هنا، أو كما قرأت إن مثل اللي بيشوي لازم يشوي في الأماكن المخصصة. اللي بيشوي هنا ولا بيطبخ لازم يكون على منقل، ما يكون على الأرض مباشرة. كما أن رسوم الدخول للمتنزه هذا مجاني 100%. لمحبي الرياضة والمشي بإمكانك مزاولة رياضة المشي في المكان الجميل. يمكنك مزاولة العديد من الأنشطة الرياضية مثل المشي الاستجمام، وتقدر تستمتع بالأجواء الجميلة وانت تمشي. الله الله، سلمني على الروقان والمكان الجميل، عشان كذا سموها شلالات. شوفوا معي، الشبكة هنا لا بأس بها، يعني جميلة، في تغطية في أماكن معينة مو في كل الأماكن، فالواحد يأخذ احتياطاته إذا جاء هنا يكون مثلاً معه شبكة متنقلة أو شيء. لكن عموم ترى في شبكة. بحيرة الشلالات بحيرة جميلة وكبيرة، راح نستكشفها نشوف إذا في أماكن غير المشي وغير الشلال اللي قبل شوي، نشوف إذا في أماكن مثل ألعاب رياضية أو ترفيهية. والمكان هذا زي ما قلتكم في البداية ترى مناسب جدا للعوائل والأفراد اللي بيجي هنا، وفي أشجار وفي أماكن مخصصة للجلوس سواء فوق الجبال أو تحت الجبال، ففي جلسات حلوة وجميلة. الحين عرفت ليش سموها الشلالات، لو شي شفت الشلال الأول الآن في شلال ثاني أكبر من الأول، يعني تقريبا أكبر شوي. أنا كنت قبل شوي هناك، الممشى يمتد إلى هنا ويروح وراء. صراحة أنصح العوائل والأفراد يجون هنا يوم الجمعة والسبت ويستمتعون بأوقاتهم مع عائلتهم، لكن يأخذون احتياطاتهم، الحذر واجب. تنتبه من الموية، تنتبه من الكائنات البرية، لا سمح الله عقارب، ثعابين، شيء. في هنا بعد شفت لي قبل شوي كلب أكرمكم الله، ف الحذر واجب. الله يحفظنا وياكم. ليش قلت لكم المكان مناسب للعوائل والأفراد؟ لأن فيه خدمات عامة مثل أجلكم الله دورات المياه رجال ونساء، وفي أيضا مواقف سيارات كثيرة سواء جنب دورة المياه أو في الأماكن الثانية مكان الزوار المخصص لهم. اعذروني يا جماعة الخير ما قدرت أغطي لكم منتزه البحيرات بشكل كامل عشان الحر، لأن الحين في نهاية الصيف مقبلين على الشتاء. ممكن أغطي لكم البحيرات بشكل أكبر وأوسع في مرات قادمة. وبكذا يا جماعة الخير وصلنا إلى نهاية فلوق البحيرات أو الشلالات أو بحيرة الحائر. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في فلوق قادم جميل وشيق، كان معكم أخوكم منير القريشي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.